هذه هي ماكينة الخراطة. تتكون ماكينة الخراطة من الجزء الأساسي اللي هو الفرش، مثبت بالأرضية بواسطة براغي ومصنوع من حديد الزهر، يتحمل مقاومات وصدمات عالية، ويركب هنا عليه الغراب الثابت والغراب المتحرك، الغراب المتحرك والعربة، عمود السحب أو الجر، عمود القلاوة، عندنا هنا الراسمة السفلى الكبرى، راسمة عليا صغرى، برج حامل قلم الخراطة، وآخر شيء هو هذا قلم الخراطة. هذا هو الغراب المتحرك، عبارة عن مجموعة من الدشالي متعشقة واحدة بالثانية، مرتبطة بالعمود الدوار ومن ثم إلى العينة، ومن ثم تثبيت قطعة العمل. فإذا نريد نحرك هذه، نحرك السرع بواسطة هذه العتلات الموجودة عندنا، وتنطينا نقل الحركة حسب السرعة المطلوبة. الغراب الثابت يحتوي على سرعة قليلة وسرعة متوسطة وسرعة عالية. فائدة السرعة القليلة لعمل أسنان، فائدة السرعة المتوسطة لعملية الخراطة، وأيضا لعملية التثقيب من ثقوب سنتر إلى مجموعة من الثقوب تصل إلى 12 مليم، أو هذه إذا استخدمنا طوبة التثقيب. وعندنا البرايم اللي نستخدم بها بوش، راح نستخدمها للخمسين. هنا هذه عملية صقل، إذا سرعة قليلة، سرعة متوسطة وسرعة عالية، كل واحدة لها استخداماتها. هذه العتلات تتحكم بالسرعة، هذه العتلة تتحكم بالجدول العمودي، وهذه السرعة تتحكم بالجدول الأفقي. زين، هنا بالغراب الثابت جدي سرعة يحتوي على، هسه لو نفتح هذه دشالي، مرتبط بالعمود الدوار، عمود الدوار مرتبط بعينة ثلاثية الفكوك. فائدة العينة ثلاثية الفكوك هي لتثبيت المشغولة الأسطوانية. عندنا هذه يدة الحركة اللي تتحرك من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. هذه الحركة تكون أقدر أعكسها بهالشكل، هاي يصير من اليسار لليمين، وإذا هيك بهذا الشكل هي من اليمين إلى اليسار. هذه العتلات نستخدمها إلى عمل أسنان حسب الجدول، نظام مليمترات في نظام إنجاد. عندنا هذه نركب العتلات حسب الخطوة الموجودة عندنا، هنا أنا مثلاً BR3W، فراح نستخدم هذه حسب ما موجود عندنا. هذه لخشونة ونعومة السطح، هذه بالنسبة للعربة. هذه هي العربة، حركة العربة حركة طولية بهذا الشكل. أنا من دا أبدي أحركها بهذا الشكل، هاي تعطينا خراطة طولية. شنو اللي عندي يتحرك؟ من نفتحها هسه نلاحظ أكو دشلي متعشق ويا من، ويا هذه الجريدة المسننة، هذه الجريدة المسننة. هذه الحركة اليدوية، أما الحركة الأوتوماتيكية فأني من أبدي أرفع الأوتوماتيك من هنا، شنو راح يتحرك عندي؟ عمود السحب أو الجر هو اللي راح يتحرك، يعني أشغل الماكينة من هنا، وهذا هو بعو الحركة اليدوية الأوتوماتيكية بالشكل هذا. أرفع الأوتوماتيك ويبدي يتحرك عمود السحب أو الجر. من أريد أطفي، أول شيء أطفي الأوتوماتيك، بعدين أطفي العتلاماتي، توقف الماكينة. إذن العربة لها حركتين، حركة يدوية وحركة أوتوماتيكية. تتحكم بالحركة الأوتوماتيكية عمود السحب أو الجر، يتحكم بالحركة اليدوية بين الجريدة المسننة والدشلي الداخلي الموجود هنا. هذا الجزء يركب على العربة، نسميه راسمة سفلى كبرى، تدريجات من الصفر للصفر هي 5 مليم. أول ما أبدي أسوي ملامسة وأصفر، هاي نقطة الصفر موجودة عندي، هذه نقطة الصفر. بعدين من أريد أزيد، أزيد 20 20، هاي 20، وأبدي أخذ عملية قطع، أشغل الماكينة لي جوا، ماكو تشغيل لي فوق لي جوا، وبعدين أرفع الأوتوماتيك، فرح تتحرك خراطة طولية بهذا الشكل. من أريد أوصل للخط اللي أني أريده، أطفي الماكينة وأطفي الأوتوماتيك ورجعها يدوي. هسه احنا كم حركه سوينا؟ حركه اوتوماتيكيه وحركه يدويه، ارجعها يدوي للقياس اللي انا اريده، وبعدين ابدي اشتغل هكذا الى ان اوصل للقطر اللي انا محددته. زين، هذه قلنا راسمه سفلى، اسمها راسمه سفلى كبرى، فائدتها تنطينا عمق القطع. يعني شنو عمق القطع؟ مدى تغلغل قلم الخراطه اللي هو هذا،
قلم الخراطة بالقطعة، مدى تغلغل قلم الخراطة بالقطعة. هذا الجزء نسميه راسمة عليا صغرى، راسمة عليا صغرى. فائدتها شنو؟ تحديد المسافات القليلة. أنا ما أقدر بالفيرنيا أحدد من 1 إلى 3. وفائدة ثانية إلها، نفتح من هنا ونفتح منها ونسوي مسلوب، يعني خراطة مائلة. إذن فائدتها الخراطة المائلة، وفائدة ثانية إلها تحديد المسافات القليلة. والدرجات مالتها هي 2.5 ملي. هذا الجزء نسميه عربة، عفوا هذا الجزء نسميه البرج، البرج اللي يحمل لنا قلم الخراطة. 4 أنواع من أقلام الخراطة، اللي هو الخزفي اللي يستعمل للسيراميك، والقلم هذا نسميه HSS صلب السرعات العالية High Speed Steel، يستخدم للمشغولات ذات الصلادة القليلة، وقلم ماسي يعني ألماس هذا نستخدمه للصلادة العالية، وقلم ذات لقمة كاربيدية للمشغولات الإنتاجية. هسه إذا كان القلم هذا القلم عمودي بهالشكل هذا على القطعة مالتي، عندنا خراطة طولية. إذا أميل هذا البرج منه أفتحه بالإسمانة وأميله بزاوية 45 راح تكون خراطة وجهية، ومن الراسمة العليا إذا أميله راح يكون خراطة مائلة. إذا أنواع الخراطة: خراطة طولية، خراطة وجهية، وخراطة مائلة. هذا الجزء نسميه الغراب المتحرك، يتحرك بشكل انزلاقي. أثبته من اليد وأنا خاله هنا حد حتى لا يصير عندي فايبريشن اهتزاز. ممكن أبدل هذه الطوبة بطوبة تثقيب إذا عندي عمليات تثقيب، وإذا عندي عمليات سنترة راح أثبت هذا من جزء قطعة، أثبتها من جزء، والجزء الآخر أثبتها بالعينة. إذا فائدة الغراب المتحرك تثبيت تثقيب وتحديد طول المسافة. عندنا هذا الجزء نسميه عمود، هذا عمود القلاوض أو عمود اللوالب، فائدته لعمل الأسنان. هذا عمود اسمه عمود السحب أو الجر، هذا السحب أو الجر، هذا شنو فائدته؟ للحركة الأوتوماتيكية لعملية الخراطة، الحركة الأوتوماتيكية لعملية الخراطة. هذا الجزء ما راح أحتاجه حاليا. ليش؟ يعني إذا عندي أسنان أني من أهيئة للسن أرفعه وأسوي أسنان مالتي حسب النظام الموجود عندي، النظام المليمتري ونظام الإنجاد. هذه هنا الدقمة، هذه هاي هنا الإميرجنسي، الحالات الضرورية، من يصير عندي حالات ضرورية راح أستخدمها. بالنسبة للعينات طبعا عندنا نوعين من العينات، هاي عينة ثلاثية، قلنا ثلاثية الفكوك، هاي ثلاثية أثبت بها المشغولة الأسطوانية، أفتح وأغلق من مكان واحد، فلهذا نسميها ثلاثية. وهسه راح أرويكم العينات الرباعية الفكوك اللي هي بها 4 فكوك متقابلة، كل فكين نسويها متقابلة. نفتح العربة، نلاحظ دشالي متعشقة مع الجريدة المسننة تنطينا الحركة اليدوية أثناء التشغيل، فإذن حركة يدوية وحركة أوتوماتيكية. هذه العينة ثلاثية الفكوك، بس باعوا الفكوك هنا مقلوبة. ليش نخلي فكوك مقلوبة؟ لأن نستخدمها للأقطار الكبيرة، يعني أنا من أريد أسوي تثقيب بالماكينة لقطر كبير راح أستخدم عينات ذات ثلاثية الفكوك مقلوبة الفكوك، باعوا ثلاثية بس مقلوبة الفكوك لأن حتى يتحمل قطر كبير. هذه عينة رباعية الفكوك، باعوا 1 2 3 4. هاي ليش رباعية الفكوك؟ أنا هذا الشكل اللي عندي مو منتظم، إذا تستخدم للأشكال الغير منتظمة، يعني مو الأشكال الدائرية، المشغولات الدائرية. المشغولات الأسطوانية نستخدم لها دائما عينات ثلاثية، المشغولات العفو العينات الرباعية الفكوك تستخدم لشفت مربع أرد أحوله إلى دائرة، أو سداسي أرد أحوله إلى دائرة، طلع المركز وأبدي كل فكين متقابلة أسنترها وأبدي أشتغل المشغولة أحولها إلى مشغولة أسطوانية الشكل.